اتكلم كده، لان المشاهد ملوش يعني ذنب في اللي انا حاسه بيه. يا نهار ابيض. انا بصراحه متضايقه جدا، لان في ام كلمتني وقالت لي انها شافت ابنها وهو بيشرب في نهار رمضان. يا نهار ابيض، بيشرب؟ تخيل، ساتر. بيشرب في نهار رمضان. تفهمين؟ ها، يا خبر ابيض. طب يمكن ناسي. هقول لك حاجه يا جدو، واجهته سبحان الله، واجهته وقالت له ايه ده، هو انت شربت؟ فرد عليها وقال لها لا، ما حصلش. ما تخيل، حصلش. كذب كذب لا الاستاذ، يمكن كده، كذب. عين عينك. يا خبر ابيض. لا 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 فالنهارده لا بقى لا 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 الحلقه لا انا لا كنت هتكلم في حاجه، وسبحان الله لقيت نفسي هتكلم بقى عن الاحسان، اني اكون فاهم المعنى نفسه. هو انت مالك عمال تقرش في شعرك ليه من ساعه ما بدات الموضوع؟ اصل في انا ايه؟ بصراحه الا كذب. يا ساتر يا رب. صح، كذب كذب. ابني يا ابني ساتر. حبيبي بيقول لك الا الكذب. لا يوم انا اكذب، ده مستحيل. برافو ده عليك، انا عارف ان الكذب حرام، والكذب بيؤدي الى حاجات كتير جدا وحشه في الدنيا، بالظبط يخلي ربنا كده. يزعل مننا، صح وسيدنا محمد يبقى مش مبسوط مننا، ومنبقاش بنقلده. ده الصادق الامين صح سيدنا محمد عليه برافو الصلاه عليك يا والسلام. برافو يا فلتة. فتى. ايه الكلام ده؟ انت جاي النهارده كده يعني بتقول درر فعلا. بص، يخرب يعني بيت الدنيا. معنى ان يقعد مع جده وماما حنان لازم يطلع بحاجه، طبعا، امال يعني 20 ربنا سنه بالسهل يحفظك. كده. طب يعني دلوقتي يا جدو، انا بصراحه احترت في الرد على الام، اقول لها ايه؟ لا انا اللي هقول لحضرتك بقى. ايه ايه ده؟ ده، هترد؟ ايه لا ده؟ ما ابني يعني ده هيرد؟ كده كتير. انا هريحكم سيبه الحلقه دي ردوا، خالص. بص سيبه وما تردوش في الكلام يا جدو، اتفضل يا فلتة. انا هقول لكم ما تراجعوش ورايا، واخدالي بالك؟ خلاص مش هراجع. ايوه يلا انا هقول لكم بقى. اولا صديقي غلط غلطين، يعني واحد فيهم ادى للتاني، وانا لازم اعاتبه من موقعي هذا. برافو عليك. الغلط التاني وهو كان النتيجه اللي هي الكذب، والكذب اللي لسه قايلين دلوقتي انه من انت قلت اوحش الغلط الصفات. التاني، ما تقول الغلط ايه الغلط الاولاني. الاولاني؟ بس الغلط الاولاني ده هو المشكله الحقيقيه بجد؟ طب يعني انت ايوه، عارف حلها يعني؟ ان هو شرب ساعه كده في نهار رمضان. هي لا، المشكله في حاجه هي اللي ادت للمشكله. انا اقول لكم المشكله هنا في النافوخ، في النافوخ، في التخطيط، في في التخطيط. سوء تخطيط وتنفيذ. ايه ده؟ ازاي ازاي؟ يعني؟ فهمنا ازاي؟ ايوه ما بايظه افهم بصراحه. انا اقول لكم بقى. قول. يعني انت عطشت واتزنقت في نهار رمضان، يا ايوه. عيني يا كبد يا صاحبي. لا تخطط بقى، مش تروح تشرب في مكان كده على الملأ قدام الناس ولد وتخلي مامتك تشوفك. الدايره ولد يا حبيبي، ايه ده؟ ايه ده؟ الدايره ولد، الدايره. شوف لك كيس بص دهنوه كده، بص حته الولد كده. ايه بيقول اللي ايه؟ بتقوله ده يا فلتة؟ ده انت خلاص، لا ده انت واحنا مدعي يا حبيبي سايبينه، كده. يعني احنا سايبينه يرشد الاطفال طبعا يا ولد؟ الحمد لله ربنا يقدرنا يعني هو يا غلط رب. ان هو ما اداراش؟ ده سوء تخطيط. سوء تخطيط. يعني انا صح ان انا هتكلم عن الاحسان النهارده؟ خلي إيه، بالك. سيبيني انا بقى الطلعه دي يا حنان اتفضل يا يا بنتي. بابا، اتفضل اتفضل. اتفضل يا جدو. بص يا حبيبي، احب اقول لك في البدايه انت قلت حاجه كويسه وكلنا انبسطنا منها، انك انت قلت لا للكذب. ايوه صح كده، لا يمكن المؤمن يعمل اي حاجه غير ان هو يكذب، صح لانه كده. لو كذب هيؤدي بيه لحاجات واهوال كتيره جدا. صح اللي بيكذب بيعمل اي حاجه، سيدنا النبي قال كده، صح فاياك والكذب.